أهلا بك سيد فيصل. أهلا وسهلا سيدتي. في البداية ممكن تعطينا لمحة عن رجع الكاسيت البارح ما قدرتش نعس، كنغمض عينيا كنشوف البيت غادي تقلب عليا. ما عرفتش شنو واقع، واش انفجار، واش غيكون انفجار من بعد منه. صادف انني كنت في المكتب بوحدي، يعني من المكتب تقريبا كل شيء دمر، انه كاين الزجاج اللي على الاطراف تهرس، كل شيء تقلب على جنب. احساس صعيب صراحه. حالتي هي كحاله باقي الناس اللي عاشوا هذه اللحظه، يمكن كاين اشخاص اللي عاشوها بشكل أشد قسوة. أنا ممكن حالتي غتبقى بسيطة قدام الناس اللي فقدوا أشخاص ليهم اللي توفوا، وكاين جثث اللي متفحمة، كاين أشخاص اللي باقي في عداد المفقودين.